وخسائر فادحة في صفوف المسلحين في ريفي دمشق واللاذقية والحسكة. وفي التطورات الميدانية السورية، أوقعت وحدات من الجيش السوري خسائر كبيرة في صفوف المسلحين في سلسلة عمليات نفذتها ضد تجمعات في حرستة ودوما ودارية، أسفرت عن إيقاع عدد منهم قتلى وجرحى. ونقلت وكالة سانا عن مصدر مسؤول أن الجيش السوري قضى على عدد من المسلحين في المزارع الواقعة إلى غرب من الطريق الدولية دمشق حمص في منطقة حرستة، كما فككت وحدة من العناصر الهندسة 5 عبوات ناسفة تتراوح زينتها من 25 إلى 30 كيلوغراما زرعها المسلحون في مزارع الرصاص الواقعة بين دوما وحرستة بقصد استهداف المارة. إلى ذلك تواصل وحدات من الجيش السوري عملياتها في مدينة دارية وعلى عدة محاور، وأسفرت عن تدمير تجمعات المسلحين والقضاء على عدد منهم. وفي بلدة اليعربية في الحسكة، استهدف الجيش السوري مجموعة مسلحة كانت تقوم بحصد وسرقة المحاصيل. وفي ريف اللاذقية تم تدمير 8 سيارات المسلحين، منها 2 محملتان بالصواريخ.